يمكن في تساؤل دي من بعض المصريين ان جوازات سفرهم ما فيهاش العنوان وما يدوش الدوار، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان المصريين اللي ما معهمش اقامه هل من حقهم ان هم يتصوتوا؟ التلفزيون المصري. طب يا ريت هنسمع بس السؤال. بالنسبه للمصريين الذين ليست لديهم الاقامه منتهيه، بتقول حضرتك. القانون لم يشترط بالنسبه للانتخابات الرئاسيه ان يكون المصري مقيما. القانون قال من تواجد خارج البلاد، من يوجد خارج البلاد. في هذا التوقيت أي شخص مصري موجود خارج البلاد من حقه أن يتوجه إلى مقر السفارة أو المقر الذي به اللجنة وأن يدلي بصوته. ليست هناك شرط أن تكون لك إقامة، إقامة مستمرة، إقامة منتهية، ليست بهذا شرط على الإطلاق. كل من تواجد سواء كان متواجد للعمل ومقيم، سواء كان متواجد للسياحة، سواء كان متواجد للعلاج، سواء كان أيا كان سبب تواجده، نرجو من كل مصري متواجد خارج البلاد أن يحرص على استعمال هذا الحق، وليس شرطا أن تكون معه إقامة سواء سريع أو غير سريع. جواز السفر أو البطاقة ليست بها عنوان أو مقيم بالخارج. طيب. القانون كان واضحا، من له حق التصويت هو المقيد بقاعدة بيانات الناخبين، والمقيد بقاعدة بيانات الناخبين تستمد من قاعدة الرقم القومي والذي له موطن انتخابي، وبالتالي يسمح لمن هو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين بالتصويت.